السلام عليكم. القرو عبد الجبار رئيس ديال لجنة الشؤون الاجتماعية فيكتوريا أسفي. المهم أنا فهاد على صداد باش نقول لكم راه على الشركة ديال فيكتوريا بالنسبة للمناح وبالنسبة البارح مؤخرا درنا واحد اجتماع أنا والأعضاء ديالي وطرقنا بزاف المواضيع اللي كتهم العمال، بالاخص كتهم العمال، العمال اللي مازال خدامين، مازال ناشطين، والعمال بالنسبه اللي خرجوا مؤخرا تا هما المتقاعدين، على المناح ديالهم كيفاش نعرفوا نصرفوا لهم المناح ديالهم، وزيد على هذا بغيت نقول لكم على قبل الشركه بانه راه حنا مديونين من طرف الشركه، وباش نديمونتير هذوك لي زانترفونسيون اللي كانوا مؤخرا، راه الشركه حنا كنتسالوا الشركه ولا شي حاجه، لا حنا الشركه كتسالنا، وبهذاك الشيء اللي درنا البارح، الطلب اللي درنا البارح للسيد المدير، راه حنا غنولوا مديونين بواحد 388 درهم، شي 39 مليون اللي غتولي كتسالنا الشركه. والشركه ما حنا وقت ما طلبنا ليه شي حاجه ما تيردش في وجهنا داك الشيء. وهادشي وكنا وصلنا حتى لي زوتوريتي تا هما قلنا لهم هادشي ومشكورين السيد الباشا والسيد الرئيس تا هما كانوا على علم بهادشي. وزيد على هذا كاين شي غير البعض اللي تيقول لا راه الشركه ما تعطيناش او لا ما كديرش، راه بنادم مي خصو تيعرف شي حاجه عادي يقولها. راه الشركه حنا كتسالنا الشركه دخلت في 2019، بدات في 2019 خدمات معنا العام كامل ودخل علينا 2020، وحنا ديبيتور ب 46000 درهم وعطاتنا مالغري داك الشيء عطاتنا وعاود عطاتنا، وحتى لدابا راه حنا مديونين بواحد المبلغ ديال 39000 درهم. وزيد على هذا راه حتى المداخل قليله، راه من المواطره حتى المواسات راكم شفتوا لي رونطري وشفتوا لي روسيت اللي كاينين، راه ما كاينش، راه ما وحنا كنستافدوا غير من المداخل، كنستافدوا من المداخل، المداخل قليله. وهادشي اللي بغيت نقول انا غير باش كل شيء يعرف، راه حنا مديونين من طرف الشركه ديال فيكتوريا، راه الشركه ديال فيكتوريا حاليا راه هي كتسالنا الفلوس، ومالغري داكشي كامل كنطلبوا ليه شي حاجه كيعطيها لينا، ما كيقولش لينا هو لا، هو لحقاش هو الرئيس دابري لو ستاتيو ديال الجمعيه، راه هو الرئيس الاول ديال الجمعيه، هو كيراقب تيقول لك انايا قول لي فين تتصرف هذا الشيء واعطيني انايا ليطا فين تصرفها وفين دير وفين دير، هذا من حقه. وحنا كنعطوه البيلون ديالنا وكنعطوه هذاك الشيء، كنقول له هذه راه المصاريف هنا وهذه مصاريف هنا ومصاريف هنا، وكيساعدنا ما كاينش، ما المهم ليسونسييل هو ما كنلقاوش معاه المشاكل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.